وللمزيد ينضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية لتدريب مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني ليطلعنا على أبرز محاور جلسات لجنة الدين العام والإصلاح المالي. إليك أحمد. نحييكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث انعقاد هذه الجلسات التخصصية اليوم، وتحديدا في تمام 12 ظهرا انطلقت هذه اللجنة التخصصية، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وهي بالطبع إحدى لجان المحور الاقتصادي. هذه اللجنة ضمت عدد من الخبراء والمختصين في المجال والملف الاقتصادي، وناقشت أيضا جلسة تخصصية مقترحات موضوع الموازنة والدين العام. يعني اختصارا كانت هناك 5 نقاط تم طرحها خلال هذه اللجنة التخصصية. هذه النقاط 5 هي كالتالي: شمولية الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، وأيضا كانت هناك نقطة 4 تحت عنوان معالجة الدين العام، والنقطة 5 والأخيرة في هذه الجلسة التخصصية كانت حوكمة الموازنة العامة. تم مناقشة هذه اللجان أو هذه النقاط 5، ومن المقرر أن يتم رفع هذه التوصيات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى القيادة السياسية. كان الأستاذ ضياء رشوان قد أعلن أيضا أن هناك 13 لجنة من بين 19 لجنة انتهت إلى مجموعة من التوصيات. هذه التوصيات من بينها توصيات تشريعية، ومن بينها أيضا توصيات تأخذ الصفة التنفيذية بشكل مباشر. وبالتالي نحن أمام لجان تخصصية بعد عدد كبير من اللجان العامة التي ناقشت في الأيام والأسابيع الماضية مجمل المحاور التي ناقشتها لجان أو محاور الحوار الوطني، وهي اللجنة أو المحور السياسي والمحور المجتمعي والمحور الاقتصادي. وبالتالي نحن هنا اليوم بصدد هذا المحور الاقتصادي، ومن ثم هناك أيضا اتجاهات لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات بشكل كبير داخل هذه اللجنة. نتابع معكم في الأيام القادمة مزيد من هذه اللجان التخصصية، ومن ثم أيضا التوصيات التي من المفترض أن تخرج بها هذه اللجان ورفعها إلى القيادة السياسية.